ولسه مكملين معاكم اخبارنا ونروح لرحله المهندس ابراهيم محلب الخارجيه لتونس، حيث ينقل المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم الاربعاء خلال لقائه بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوه السبسي لزياره مصر. وده جاي من خلال اطار ترأس محلب لاعمال اللجنه العليا المشتركه ما بين مصر وما بين تونس، واللي تم خلالها بحث سبل مكافحه الارهاب والتوقيع على 16 اتفاقية تعاون مشترك. كما أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أنه لا صحة لتورط 9 وزراء في قضية فساد وزارة الزراعة، وأن القضية فيها 4 متهمين هم وزير الزراعة ومدير مكتبه وصحفي ورجل أعمال. كمان صرح وقال محلب خلال لقائه بالجالية المصرية بتونس أن يعني إقالة وزير الزراعة ده بيدي رسالة قوية جدا بأن مفيش حد فوق القانون ومفيش حد فوق الفساد في الوقت اللي بيحصل فيه بقى، أو الكل بيتكلم عن محاربة الفساد، ويعني أن هم عملوا لجان وبيعملوا على كل المستويات، وزي ما قلنا أو هو يعني سيادة الرئيس الوزراء قال مفيش حد فوق القانون.